تحت شعار بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون. وعد المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر القادم عبد المجيد تبون من ولاية باتنا بالعمل جاهدا في حال انتخابه رئيسا للبلاد على تحقيق التغيير وتسليم المشعل للشباب. أن نتكفل بالشباب من ناحية سياسية، من ناحية الشغل، من ناحية الاستثمار، حتى نخلق طبقة جديدة. نخلق طبقة جديدة في هذه البلاد تاع سياسيين، تاع مقاولين، تاع رجال أعمال ينبثقوا من الشباب. والوسائل موجودة بخصوص القوانين وتطبيق القوانين. وخلال تجمع شعبي نظمه في سابع يوم من الحملة الانتخابية، أكد تبون التزامه بالقضاء نهائيا على البطالة من خلال الإسراع في إدماج 400,000 موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل. ملتزم بأن القرار اللي اخذته الحكومة مؤخرا نتاع إدماج 400,000 ما قبل التشغيل أنا نوصلها ونوصلها بالسرعة اللي تلزم. ما قروا 100,000 أنا نقول لكم نحاولوا في السنة الأولى باش 400,000 إن شاء الله يندمجوا. تبون الذي دافع عن برنامجه الانتخابي أمام عدد من مؤيديه أبدى استعداده لتسوية ملف مجندي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين خلال سنوات المأساة الوطنية.